في قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هو مثل قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أنهم كانوا مؤمنين ثم فسقوا؟ لا، ما هم مثل هذا، أشد. السخرية بالمؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب، وبئس الاسم الفسوق، فسوق سماه الله فسوقا ما سماه كفرا بعد الإيمان، فهو فسوق لا يخرج من الإيمان، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما هم مثل الاستهزاء، الاستهزاء كفر وردة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والإيمان يطلق ويراد به أصل الإيمان، ويطلق ويراد به كمال الإيمان.